السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي أعزائي طلبة الصف الحادي عشر المتقدم، السلام عليكم ورحمة الله. موعدنا اليوم إن شاء الله مع المراجعة النهائية لاختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني مادة الأحياء. أمين من الله سبحانه وتعالى أن تعم الفائدة على الجميع. نبدأ الآن مع الجزء الأول وهو الأسئلة الموضوعية. والسؤال الأول: ما اسم العملية التي تقوم فيها حبوب اللقاح بتلقيح بويضة زهرة في نبات آخر؟ هناك نوعان من عملية التلقيح، هما التلقيح الذاتي والتلقيح الخلطي. في التلقيح الذاتي يتم انتقال البويضة من زهرة إلى زهرة في نفس النبات، أو يتم انتقال حبوب التلقيح من المتك إلى الميسم داخل نفس الزهرة. بينما في التلقيح الخلطي يتم انتقال حبوب اللقاح من زهرة إلى بويضة زهرة أخرى في نبات آخر. إذن سوف تكون الإجابة هي إيه؟ أحسنتم، التلقيح الخلطي. ننتقل الآن إلى السؤال التالي: ما هي النسبة المئوية لنباتات بنفسجية الأزهار نقية الناتجة من تزاوج نباتان بنفسجي الأزهار خليط؟ كلمة خليط هنا تعني غير نقي، أي أن هذا النبات يحتوي على أليلين، أليل للصفة السائدة وأليل للصفة المتنحية. عند تزاوج النباتات غير النقية مع بعضها البعض تكون النسبة المئوية الناتجة في النهاية للأفراد الناتجة هي 75% للصفة السائدة و 25% للصفة المتنحية. بالنسبة لهذا السؤال، هذا السؤال يطلب النسبة المئوية للنباتات النقية. النباتات النقية هي النباتات البنفسجية ذات الصفة السائدة، فتكون الإجابة هي أحسنتم 25%، لأن نسبة النباتات البنفسجية الناتجة جميعا 75%. هذه النسبة تنقسم إلى 50% نباتات بنفسجية الأزهار خليطة أو هجينة أو غير نقية، و 25% لنباتات بنفسجية الأزهار نقي. نذهب الآن إلى السؤال التالي: ما هو الطراز الجيني لنبات بازلاء أبيض الأزهار؟ نحن جميعا نعلم أن النباتات البازلاء بيضاء الأزهار، صفة اللون الأبيض هنا هي صفة متنحية، أي لابد لكي تظهر وجود أليلين متنحيين معا، وشرط أن يكون الأليلين من نفس الحرف. وكلمة أليل متنحي تعني أننا نرمز له برمز أو بحرف small letter. إذن تكون الإجابات كما هو موضح أمامكم، وتكون الإجابة الصحيحة هي أحسنتم دي، اللي هي تي سمول تي سمول. ننتقل إلى السؤال التالي: النسبة المئوية لتكوين نبات أصفر الأزهار من نباتين بازلاء أخضر الأزهار غير نقي هي؟ كما تعلمنا سابقا أن النباتات غير النقية هنا مقصود بها هي الصفة السائدة، والنباتات الصفراء يقصد بها الصفة المتنحية. عند تلقيح نباتين يحملان الصفة السائدة بصورة غير نقية تكون نسبة الأفراد الناتجة في الجيل هي 75% للأفراد السائدة، 25% للأفراد المتنحية. وبما أن
صفة لون الأزهار الصفراء هنا هي صفة متنحية، تكون النسبة هي، أحسنتم، 25%. ننتقل إلى السؤال التالي: الطراز الجيني لنبات طويل الساق خليط هو؟ هنا أعزائي يقصد بكلمة أو بمصطلح الطراز الجيني أنه التركيب الوراثي المميز للفرد أو نمط الأليلات الذي يوجد داخل تركيب الفرد. هنا في مثل هذه الأسئلة يقصد بالطراز الجيني الأحرف التي تشير إلى صفة الفرد، فهنا مطلوب أحرف نبات طويل الساق خليط أي هجين أي غير نقي، فتكون الإجابة هي، أحسنتم، بي تي كابيتال تي سمول. لا نستطيع أن نختار الإجابة دي تي كابيتال آر سمول لأن هذين الحرفين يعتبران لصفتين مختلفتين. السؤال التالي: النسبة المئوية لتكوين جنين فصيل الدم O لأب فصيل الدم AB وأم فصيل دمها A. كما نعلم جميعا أحبائي أن فصيلة الدم O أو الأليل المسؤول عن فصيلة الدم O هو أليل متنحي، فلكي تظهر هذه الصفة عند أحد الأبناء لابد أن يحتوي الفردين الأبويين ألا وهم الأب والأم على أليل متنحي، كلاهما يحتوي على أليل O المتنحي في التركيب الجيني لفصيلة الدم. وكما نلاحظ أمامنا أن أحد الأبوين وهو الأب فصيل الدم AB أي لا يحتوي على أليل O المتنحي، بينما الأم فصيلة دمها A من المحتمل أن تكون فصيلة دم غير نقية أي تحتوي على أليل متنحي. وهنا في هذه الحالة يكون عندنا أليل واحد فقط متنحي يمثل فصيلة الدم O، لذا ستكون النسبة المئوية لتكوين الجنين صاحب فصيلة الدم O هي، صفر بالمية. أحسنتم، 0% لعدم وجود أليلين متنحيين لتكوين فصيلة الدم O. السؤال التالي: عندما يحتوي الفرد على أليلين مختلفين فإنه يسمى. هنا كلمة أليل تعني الأشكال المختلفة للجين الصفة الواحدة، وكما نعلم أن كل صفة وراثية مسؤول عنها جين معين يتحكم في أليلين، نوعين من الأليلات، أحدهما سائد الآخر من المحتمل أن يكون سائد أو متنحي، من المحتمل أن يكون الأليلين متنحيين حسب جين هذه الصفة، هل هو جين سائد أم جين متنحي. في هذا السؤال مطلوب عندما يحتوي الفرد على أليلين مختلفين فإنه يسمى. هذا النمط من الأسئلة يشير إلى الصفة، أحسنتم، السائدة، لأن الصفة المتنحية دائما دائما تحتوي على أليلين متماثلين. لكي تظهر الصفة المتنحية عند أي من الأفراد لابد أن يكون الأليلين متماثلين أي small. ننتقل إلى السؤال التالي: أي المصطلحات التالية يعبر عن الطرز الجيني تي كابيتال تي كابيتال الذي يرمز إلى طول ساق نبات البازلاء؟ هنا أعزائي الطرز الجيني بمعنى التركيب الجيني بمعنى التركيب الوراثي للفرد. هذه الرموز عبارة عن أليلين متماثلين بحرف كابيتال لتر، بما يعني أن هذه الصفة صفة سائدة، وبما أن الأليلين متماثلين
تكون هذه الصفة ترمز إلى أحسنتم سائد نقي. لماذا لم نقل متنحي نقي؟ لأن الصفة المتنحية يعبر عنها بأليلين متنحيين، أي بحرفين small letter. السؤال التالي: أي مما يلي يعبر بأكبر دقة عن تعريف مصطلح النمط الجيني؟ أحسنتم أعزائي، الإجابة هي سي، التركيب الوراثي للكائن الحي، أو مجموع الأليلات التي يحتويها التركيب الوراثي للكائن الحي. ننتقل إلى السؤال التالي: يبين مربع بنت أدنى تلقيح بين نباتي بازلاء طويل الساق خليط كما هو مبين أمامكم. نبات البازلاء تي كابيتال طويل الساق يسود على قصير الساق تي سمول. إذا أجري تلقيح بين النباتين الناتجين في المربع واحد والمربع ثلاثة، ما هو الطراز الجيني للنباتات الناتجة من هذا التساوي؟ أحبائي، هنا لا نريد التركيب الجيني للفرد في المربع واحد ولا التركيب الجيني للفرد في المربع ثلاثة. المطلوب هنا أن تكمل جميع الأفراد المرقمة بالأرقام من واحد إلى أربعة من خلال إجراء التزاوج في المربع بنت، ثم عمل تزاوج جديد بين الأفراد الناتجة في المربع واحد والأفراد الناتجة في المربع ثلاثة، ومن ثم نستطيع استنتاج التركيب الجيني للأفراد الناتجة من هذا التزاوج. إذن الإجابة ستكون، أحسنتم، تي كابيتال تي كابيتال و تي كابيتال تي سمول. ننتقل إلى السؤال التالي: في مربع بنت التالي يكون الطراز الجيني للأبوين هو؟ هذا المربع يبين الطراز الجيني للأبناء الناتجة من التزاوج، ومن خلال دراستك وتعلمك لكيفية عمل مربع بنت تستطيع استنتاج واستنباط التركيب الجيني للأباء من خلال التركيب الجيني للأبناء. لاحظ معي هنا في المربع رقم واحد في الأعلى على اليسار يوجد أليلين متماثلين، ألا وهما A capital A capital، بمعنى أن كل من الفردين الأبويين يحتوي على A capital في تركيب الجين. ولاحظ معي أيضا المربع رقم 4 في الأسفل على اليمين، ألا وهو التركيب الجيني للفرد A small A small، بمعنى أن كلا الفردين الأبويين يحتوي في تركيب الجيني على A small A small، وبالتالي سيكون التركيب الجيني للفردين الأبويين هو، أحسنتم، A capital A small. السؤال التالي: عدد الكروموسومات الجنسية في البويضة في أنثى الإنسان. هنا أحبائي، لكي لا يحدث لغط في عدد الكروموسومات وأنواعها، نود أن نوضح أن الكروموسومات في جسم الإنسان عددها 46 كروموسوم أو 23 زوج، هذا في الخلايا الجسدية. تنقسم هذه 46 كروموسوم إلى 44 كروموسوم جسدي و2 كروموسوم جنسي. الكروموسومات الجنسية في الخلايا الجسدية إما أن تكون متماثلة وهذا في حالة الأنثى وتكون XX،
أو تكون مختلفة متباينة، وهذا في حالة الذكر، وتكون XY، هذا في الخلايا الجسدية. أما في الخلايا الجنسية يكون عدد الكروموسومات نصف عدد الكروموسومات الموجودة في الخلايا الجسدية، أي ما يعادل 23 كروموسوم. تنقسم هذه 23 كروموسوم إلى 22 كروموسوم جسدي وواحد كروموسوم جنسي، أي أنه في حالة الحيوان المنوي في الإنسان يكون الكروموسومات أو التركيب الكروموسومي للحيوان المنوي 22 زائد X أو 22 زائد Y. أما في حالة الأنثى يكون التركيب الكروموسومي للبويضة هو 22 زائد X، وبالتالي في هذا السؤال يكون عدد الكروموسومات الجنسية في البويضة في أنثى الإنسان هو 1. أحسنتم. السؤال التالي: من الأمثلة على البيورينات. أحبائي، البيورينات هي نوع من أنواع القواعد النيتروجينية التي توجد في تركيب الأحماض النووية سواء كان DNA أو RNA. البيورينات هي قواعد نيتروجينية ذات تركيب حلقي ثنائي أو مزدوج، أي أنها تتكون من حلقة مزدوجة، حلقتين تشبه حلقات البنزين كمركب كيميائي عضوي. إذن في هذا السؤال يكون المثال لدينا هو، أحسنتم، الجوانين. تضم البيورينات بالإضافة إلى الجوانين القاعدة النيتروجينية الأدينين. وإلى هنا يكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من مراجعتنا لمادة الأحياء. أملي من الله دوام التوفيق والنجاح لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.